شعرهم أما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحبه نشتكي منه لكن عليك يا حاج اهي العجينة مفكوكة اهي شاطره في الزغرته والغنى روحي عليها سمعيني حاجه كمان عامله سهره في اسمها دي من لبنان الليلات طب سمعيني حاجه كمان سمعك يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني يا ناسي ريحني وارحمني واعطف على حالي يا ناسيني انت على بالي وخيالك ما يفارق عيني لا ده انا بعمل على المطرحه دي جميل يا صباح الفل والورد والياسمين على كل متابعينا متابعين منصه ابو كبير ميديا في كل مكان اهلا بيكم في لايف جديد احنا دلوقتي معاكم مع الحاجه ام احمد حضرتك مين حاجه ام احمد حاجة ام احمد برضه الحاجة ام احمد عسل يا حاجة ام احمد والله صوتك حلو ما شاء الله حاجة ام احمد برضه ازيك يا حاج تسلمي ازيك يا حبيبتي عامله ايه الحمد لله سلام وانتم طيبين حبيبك طيب عيش فلاحي 100 100 اهو عيش غلى على انت بتطلعي طلعه غلى على قدره وعيش 100 100 عيش فلاحي انا هجرس عليك كده يا معلم ينفع لا لا كلمينا بقى يا حاجة ام احمد شوية عن العيش الفلاحي والعيش البلدي فين الدقيق حاج كلميني بس شوية عاملة ايه زعلانة ليه لا مش زعلانة يا حبيبتي انا ما بصلي شفتك والله الله يخليك انت عاملة ايه الحمد لله حلوة حلوة الحمد لله وانت طيب عليك طيب ايه كلمينا بقى شوية عن العيش البلدي الله على جمال العيش وحلاوة العيش الله على جمالك الله على جمال العيش وحلاوة العيش بالصلاة على النبي قوليلي بقى بتبدأوا خبيز من الساعة كام احنا بادئين من الساعة 6 الصبح من 6 الصبح تفضلوا لحد الساعة كام؟ نبدأ لحد بعد العصر بساعة بتعملوا ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده ده اسمه عيش بلدي ده عيش بلدي فلاحي اللي متلجم متلجم وطاري يعني بس هو دلوقتي طري هو متلدن طري. ازاي بقى متلدن اهو على الفرن اهو نازل من على الفرن متلدن اهو متحمر وجميل اهو بيتعمل في الفرن هنا بيكون طري بعد كده بيطلع فوق يتلدن وبعدين يتلدن يطلع فوق يتلدن طب ايه بقى الفرق بينه وبين العيش الطري خالص ده طري ودي متلدن دي ناشف وده طري ده الفرق بس هو الفرق بسيط يعني واحد يقول يا اما يسلم بعد بتاع الجواشة كلمينا شوية يا حاجة عن نفسك بقى نعم كلمينا شوية عن نفسك نفسي زي ما انت شايفاني قدام الفرن اهوت ومعايا اربع ستات واحدة كل واحدة من بلد برضو بيجون وبساعدهم نساعدهم بالخير ربنا ان شاء الله كل من فضل ربنا علينا ست معالي ومعايا ام احمد معايا الحاجة نازلة ومعايا واحدة ست بتلدن برضو ومعايا كلهم بيشتغلوا بيجوا الصبح الساعة قبل الساعة 6 بيجهزوا ميتهم وبيجهزوا حيلهم يحطوا الوجيه قدام الفرن ويقدحوا ويجي ياخدوا العجين وزي ما انت شايفة كده عندك بنات يا حاجة؟ عندي ثلاث بنات زي العسل جوزتيهم بقى الحمد لله مش بيجوا يساعدوك هنا؟ هما بيجوا يساعدونا امال ايه بنات حلال بصراحه
العيش بعيش طرفه عشان اوريك العيش بطريقه. طب قولي لي بقى طريقه بتعجنوا العيش ازاي من بدايه العجن كده؟ بدايه العجن اوريك. بنجيب الغله، بننقي الغله ونجيب الدورها ونحمصه وننسفه وننسف الغله وننقيها ونطحنها في المكنه وننخلها ونشهد عليها و... دي العيش الطرى، دي العيش الطرى اللي بنحط في الفليزر. ده اسمه ايه بقى؟ عيش جميل، عيش مرحرح، عيش جميل اهو زي العسل اهو. بصي جميل وحلوه. اللي ياخده بيحطه في الفليزر، بيحطه في الفليزر الله عليك. تسلم ايدك يا حاجه والله. تسلم. والمواعين بقى لما اشوف مواعين العجين بتاعتنا، ما اشوف مواعين العجين بقى، الجمال كله في عجين المواعين والميه والعجين. انا اللي باعش والعجين بقى بالصلاه على النبي. يا سلام لما بنشهد على عجيننا بقى، الشهاده بتاعت ربنا الحلوه دي اللي ربنا مديها لنا دي، الشهاده دي يعني بالصلاه على رسول الله، اشهد لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. عجين بين ايديا وقال لي الشهاده يا ولي على الكثير وعلى شويه، شهاده تزهيك وتحط البركه فيه، شهاده مخلصه عدد الرمل من حصر من عفشايه من دبانه يهود. اللهم صل على النبي الموجود. لايف لايف عيشك قطايف، ياكل منك الجيد والندل خايف، ما ياكلش منك. نبي بقى بالصلاه على رسول الله، صلي لا اله الا الله وعلى جمال العيش بقى. ما تسمعيني اغنيه كمان يا حاج. اسمعك اغنيه حاجه كده لام كلثوم مثلا. خلي بالك بقى دي بلد. بس قولي يا معاد، قولي اللي تقدري عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. قولي يا بتغني. غني لمياده الحناوي، غني للطيفه، غني للطيفه، غني للطيفه، سلم السلامات يا حبيبنا يا بلدي. سلام سلام السلامات يا حبيبنا يا بلدي. شوف سافروا معاك كم واحد، ما وحشنا منهم واحد. لا 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 انت وحشتنا بالذات. سلام العيش وايه العيش شبعي، وانت فيه غريب ووحيد. لولا ايه في الغربة المال، مش هتلقى راحة البال. يا ابني بلد صدق من قال للفرقة عذاب. وحشتنا بالذات. الله عليك يا حاجة والله. يا حبيبنا خلص الساعة واحدة، من ما خلص بنمشي على طول. انا من بنيش وبنعمل مع الحاج ام احمد، نيجي نعمل حاجة ام احمد من الصبح. وترزقنا وترزقنا وكل حاجة وتدينا اللي في المصاريف. طب تقولي لها ايه بقى الحاجة ام احمد؟ تقولي ربنا يديها الصحة ويكتب زباينها كمان وكمان. ربنا يديك انت الصحة يا حاجة يا رب. ضحكتك حلوة قوي والله. ربنا يديها الصحة ويرزقها برزقنا يا رب. طبعا لما ربنا بيرزقها احنا ربنا بيرزقنا حواليها. وادي العيش المتلبن دي جميلة. دي خبيز الست ام احمد. دي خبيز الست ام احمد. انهي ام احمد بقى؟ اللي قاعدة قدام الفرن بتشتغل حديها. بركتها. دي العيش الطرى جميلة. ودي خبيزة الطرى. دي العيش الطرى. يا سلام على هياكل من العيش دي يا جماعة. عيش فيه سكر. بالله عيش مسكر وجميل عشان اللي عامله حته سكر. العيش جميل ازاي؟ اللهم صل على النبي. حاجه حلوه. ادرا وغله يا جماعه، درا وغله مش تتعب المعده ولا تتعبكم ولا حاجه. درا وغله تاكلوا منها وفمكم تبقى مرتاح. وربنا يخلي لنا الريس يا جماعه. ربنا يخلي ريس بلدنا، ويخلي الشعب ويخلي الدش ويخلي الشرطة ويهديهم ويهديهم للشعب الدش والشرطة. الدش والشرطة والريس والشعب المصري كله. الله يخليك. كله بركة، الشعب المصري كله بركة. وبعدين احنا ربنا مرزقنا ان شاء الله ورزقانين والحمد لله وحمد ربنا. لو دخل 10 جنيه حمد ربنا وشرطتنا. لو لو دخل لكل واحدة 50 جنيه نعمة وفضل من عند ربنا. بننام مرتاحين وحلوين وبدالي بناكل وبنشرب احنا مرتاحين. طب
طب ليه حاجه مثلا دلوقتي الجو حر ما تقولوش مثلا لا الجو حر واحنا مش قادرين ننزل ومش لازم ننزل في الحر ده؟ ما هو عشان الجو حر مخلينا نشتغل وطاقه حلوه، لازم نعرق على الجرش عشان ناكله حلو ويبقى حلو. امال ايه الجرش يتاكل الا ان تعبنا عليه؟ لازم نتعب على الجرش ولازم ان ولازم نبقى حلوين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرزقنا رب. ان شاء الله ورب نرزق ونعمه وفضل من عين ربنا ويعين الشعب المصري على اللي عايز ياكل واللي يشرب. يا رب يعينهم يا رب. واللي عايز ياكل عيش حلو يجي من عند الست ام احمد، واللي عايز ياكل عيش ملدن وعيش طري اللهم صل. العيش الطري يا جماعه اللي بنحط في الفليزر اهو اهو شفتوا؟ ودي العيش المتلدن. والعيش المتلدن اهو. العيش المتلدن اهو خفيف. انا باخبز شويه وهي بتاخبز شويه. ربنا يعينكم يا رب. ساعدوا بعض ما فيش مشكله. بنساعد بعض يا جماعه. طب كلمينا بقى شويه عن الفرن نفسه. انا ايش عايز اغني كمان قبل ببعد؟ غني اغنيه كمان يلا. لما ويا لما يا لميه والورد يدخ في هواك يا غالى عليا. لما ويا لما ويا لميه والورد ده في هواك يا غالى عليا. لا اطلع لك النخله جريده دريده وانزل لك على النخله جريده دريده. لفوت على السياغه اقول له سعيده ما تحبك الكردان عليا شويه. لما ويا لما ويا لميه والورد ده في هواك يا غالى عليا. لا روح على السياغه اقول له سعيده. مسكت على السياره لا ضيق الكردان على صدر شويه. لما ويا لما ويا لميه والورد ده في هواك يا غالى عليا. لفوت على الخياطه اقول له سعيده. لا تحبك الفستان عليا شويه. غلبات زغرتت احلى من زغرتت غلبات. ما تقولي لي كده يا حاجه بتعملي ايه؟ لا مش حاجه. انا باجي ورا الفجر اجر فرني وامدح فرني واجيب وجيدي واجيب ملفي بتاعت الرش. الوجيد ده اللي هو ايه بقى؟ الوجيد اللي هو القصب اللي هو الحطب اللي هو الخشب اللي هو الوجيد الموجود بجيبه. وما تيجي خباز تبقى امدح فرني وتخش تخبز وانا احمي عليها زي ما انت شفتيني كده وقاعده. اللي بتعوز تشرب اجيب لها، بتعوز تعمل شاي بعمل لها شاي. وفي حاجه في بركه المكان يا حاج. الله يخليك. وفي ربعيه طريه بخش اخبزها باخد عرقي باخد اجري واخر النهار اروح العصر اروح المغرب اروح. ربنا يرزقك. اي دقيقه يعني بخلص بركب عربيتي واروح بلدي. ربنا يرزقك. ربنا يريح قلبك ويستر عليك. تقولي ايه بقى للحاجه ام احمد والناس اللي معاكي هنا؟ بقول ربنا يرزقنا كليتنا وحنن علينا وجفنا اولاد الحلال ويبعت لنا الرزق. كلتنا ناكل عيش وكلتنا نرزق ويرزقها ربنا ويعينا ويقويها ويسعدها الحاجه ام احمد يا رب. خش عنا بنات الحرام واولاد الحرام ويرزقهم برزقنا برزق الغايبين والحاضرين واللي في الدور يا رب. زغرت يا ميال واحده كمان وخلاص اهي. بتعمليها دي بقى اسمها ايه؟ ايه تجريس ابجر. اه اسقف العيش كده الاول وبعدين اروح مقرصاه على المطرح اسقفه. طب ولو ما تسقفش بقى بيحصل له ايه؟ لا مش بيبقى ايه مش بينفع في الخبيث. لازم يسقف كده عشان اريحه. بريح الرغيف بس. لا بتفك سمعونا حاجة بقى نختم بيها.
غني لوردة، غني لوردة، غني غنية لوردة. لا غني غنية لوردة الجزائري، غني لغنية لوردة. غني لوردة. هي وليه؟ إن كنت خصمت البستان اهزم بالورد، الغنية دي شينة ده زي العسل، غنية. يا حول الله يا يلا ابدأي وهي هتغني معاك. يلا قولي يا معاك. انا بحب اغنيه ورده دي بقى والله. طب عايز اسمعها منك بقى يلا عشان نخرج. اديها تسمعيها، انت عارفه انت حافظاها. قولي اللي انت حافظاه يا ام علي، قولي اللي انت حافظاه. الدنيا كلها بتتفرج عليكي دلوقتي. ايوه عارفه. مع السلامات. خلاص احنا يا بلدي شوف سافروا مع لما الحاجه هيلها ديك في الكتف. اسمعي معايا دي، قوليها تاني، قوليها تاني ولا يهمك. سلام السلام السلامات يا حبيبنا يا بلدي دران دران دي. شوف سافروا معاك كم واحد، ما وحشنا منهم واحد. لا 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 انت وحشتنا بالذات. سوى ايه نعيش بعيد وانت فيها غريب ووحيد. لولا ايه في الغربة المال مش حتل راحت البال. يا ابني بلد صدقني الاهل الفرق عزاي. سلامات سلمى السلامات يا حبيبنا يا بلدي. تسوى ايه العيشه بعيد وانت فيها غريب ووحيد. تسوى ايه العيشه بعيد وانت فيها غريب ووحيد. لولا ايه في الغربة المال مش حتلقى راحت البال. يا جبل صدق من اهل الفرقة عزية. ضاع عليك يا حاج. تسلم ايد. سامعها لي. قولي لي بقى الفرن ده من كام سنة؟ يا خيال بتاع 25 سنة. 25 سنة؟ شغالة على الفرن بقالك 25 سنة ولا هو من قبل؟ لا شغالة معايا، عاملاه وشغالة عليه. عاملاه وشغالة و انت اللي عاملاه ولا مين اللي عامله؟ انت اللي بنيه بالطين وبالطينة وطوب وطينة وعرستين، عرصة فوق وعرصة تحت. العرصة اللي تحت دي فخار والعرصة اللي فوق اسمنت. لو حد عايز يعني يعمل فرن يا جماعة، العرصة اللي فوق فخار اللي تحت فخار. طب تعرفي حد يعمل الفرن؟ وانا اعمل الفرن، وانا اعمل الفرن. بنجيب ست اعمل لنا، بس انا اتعلمت عمايله برضه. اللي عايز يعمل فرن، اللي اي حد عايز حاجه احنا موجودين. انت خير كل حاجه والله. والله نفسك في ايه بقى؟ انا نفسي في ايه؟ ربنا يسترها معانا ويخلي لنا عيالنا ويفرجها على كل متضايق يا رب واحنا من ضمن. يا رب يفرجها على كل متضايق واحنا من ضمن يا رب. يا رب بس ربنا يخلي لنا اولادنا ويخلي رجلنا ويخلي والدنيا كلها حلوه والدنيا تمشي حلوه بس يا رب. احنا معانا الحاج برضه راجل طيب، يعني احنا حلوين ومبسوطين ونعمه فضلنا عند ربنا. الله يخليه. ربنا يكرمنا بس بحته حته بس نبنيها فرن كده، لان دي مش بتاعتنا. دي ارض واحد الله يبارك له ربنا قال ارزقوا فيها نرزق فيها. ربنا يكرمه. انما اللي نتمناه بقى ان ربنا يفرجها علينا، ان نشوف ان شاء الله يكون نص جرات نبني فيه فرن ان شاء الله. يا حاج ربنا يرزقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ماشي. ان شاء الله يا رب. شكرا لكل متابعينا، كنا معاكم في لايف مع الحاجه ام احمد، وانتظرونا في لايفات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.